استاذ سيد من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاج سيد جمعه. يا باشمهندس سامح. اهلا بيك. حاج سيد جمعه. الله يحفظك. ايوه الله يكرمك يا استاذ سامح. اهلا بيك. والله يا استاذ سامح يعني الموضوع اللي هو بتاع الثروه الحيوانيه ده دلوقتي يا استاذ سامح يعني يعتبر دمار شامل للفلاح. لان الوقت موضوع اللي اسعار المواشي وبالنسبه لاسعار اللحوم والكلام من ده يعني يعتبر الفلاح وانت حضرتك بتتكلم في برنامج خاص بموضوع الثروه الحيوانيه دي وانا بتكلم ان يعتبر بتقول لي ان هو يعني ثروه الفلاح في الايه في المواشي. فالوقت يعتبر يا استاذ سامح ما يعني الفلاح بيخسر خساره جامده في المواشي. لا فيه بيع ولا شراء ولا اي اسعار بالمره. يعني النهارده البهيمه اللي كانت بتتباع ب 15 و 20000 النهارده بتتباع ب 5000. ايوه. طب هيكسب منين الفلاح؟ هو حضرتك بيتعرض عليك مشاكل الرز والقطن. الفلاح يعتبر اللي بيفضله او اللي هو بيجري حواليه حته البهيمه لا مؤاخذه. النهارده لا مش عارف يبيعها وماش اي حد قادر ياكلها كمان. فيعني ده موضوع فعلا عاوزين فيه نظره ويبقى له حل لان يعني هيجيب منين الفلاح يجيب منين؟ اذا كانت البهيمه اللي هو يعتبر الصافيه ليه من الزرعه ما بتصفاش منها حاجه. طب البهيمه بقى اللي ما عادش عارف يبيعها وما عادش قادر ياكلها. النهارده الطن الرده بكام والطن العلف بكام؟ ودي بكام وده بكام؟ الواحد يجي يبص للبهيمه ما تسقيش نفسها ميه واللبن بكام؟ الرده النار النهارده يا استاذ سامح بياخدوه ب 5 جنيه يعني 2 كيلو ل 2 كيلو يا استاذ سامح ب 5 جنيه 2 كيلو ب 2 جنيه ونص. لا ايه هو ده؟ اللبن ب 2 كيلو ب 2 جنيه ونص؟ اه الرجل اللبن اللي هو بيعادل 2 كيلو في الميزان ب 5 جنيه وب 6 جنيه يا استاذ سامح يرضي مين دي؟ بس يعني انا ما شفتش 2 كيلو 2 جنيه ونص دي صعبه قوي قوي يعني. والله والله بكلمك صدق وانت عارف ان حضرتك انا ما بكذبش. تنزل على ارض الواقع عندنا هنا الرجل ب 5 جنيه وب 5 جنيه ونص 2 كيلو على الميزان الرجل ده 2 كيلو واسال حضرتك اي حد. الرز اللبن 2 كيلو ده مين اللي بيشتري منك؟ ده شركات يعني بتعدي تلمه منكم؟ ما الناس بتلمه وتوديه للمعامل الاهالي وبيبيعوا بيشتروا في الفلاح يا فندم. الاسعار بقول لك عرض وطلب. ده فين التعاونيات وفين الحاجات اللي حضرتك بتتكلم؟ مين اللي واقف ورا الفلاح يا استاذ سامح؟ يعني مين بالطريقه دي اللي يساند الفلاح؟ الرز اللبن ببلاش، البهيمه نفسها ببلاش، ده بالفلاح يعمل ايه؟ يعمل ايه يعني؟ واحنا قاعدين واقفين ونقول للدوله معاه اللي بيجي يقول يعني يقول اي كلام ولا يقول لك ثورات وكلام. الفلاح بيدافع عن الدوله بكل ما يملك. يعني عاوزين برضه الفلاح حد يقف جنبه ويشوف اوضاعه دي يعني نعمل ايه؟ انا حضرتك انت الاوضاع بتتغير حضرتك الرز بكام؟ ما بنتكلمش في الحاجات دي. طب البهيمه بقى اللي احنا بنقول يعتبر ان هي زي ما حضرتك كل مره بتذكر وتقول هي دي ثروه الفلاح. طب الثروه دي بتتدمر دلوقتي يا استاذ سامح. ليك حق لان انا دايما بقول الراجل ده لو ما كسبش مش هيعرف يربي. انت بتتكلم النهارده بتصرف جامد علشان انت بتحوش فيها انت مش عايز حاجه. على فكره انت ممكن تكون بيجي لك مصدر دخل تاني بسيط من 2 كيلو ولا 5 كيلو لبن بتبيعهم تاكل بيهم علشان في الاخر بتجمع الفلوس. يعني انت حتى مش استثمار. الله ينور على حضرتك يا استاذ سامح. موجود ده النهارده والله ما هو موجود. بشكرك يا حاج سيد.